لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا فيما مضى أن حصول الضرر المعتبر للمحتسب إذا احتسب يسقط عنه وجوب الحسبة، لكن يبقى أن نبحث في مسألة ما إذا تعدى الضرر إلى الغير، إلى غير المحتسب، إلى غير الداعي إلى الله عز وجل، فإنها مسألة مهمة. أقول: أما إذا غلب على ظنه، على ظن الداعي والمحتسب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا غلب على ظنه تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين، يعني يمكن أن يؤخذ أولاده مثلا، تؤخذ زوجته، يؤخذ والداه، يؤخذ أخوه أو أخته نكاية فيه هو، أو قد يقع بالنسبة إلى بعض صور مقاومة العدو الكافر والظالم أن يكون يعني التفاوت في القوة شديدا، مما يحصل معه لو وقعت حادثة في مقاومة العدو أو في إصابتهم بشيء، أن ينزلوا الضرر بعموم المسلمين. ولا يعبؤون بما يصيب هؤلاء، كما قد يقع مثلا من البعض أن يطلق صاروخا أو صاروخين على إسرائيل، فيكون رد الفعل على ذلك ضرب أو قصف مثلا غزة بأسرها، وليس عندهم ما يدفع، ليس عندهم ما يرد ذلك العدو، فينظر هنا إلى المفسدة الحاصلة، ليس هو الذي يصاب أو ليس هو الذي يقصف، وإنما يقصف المسلمون الأبرياء، عموم المسلمين، كما قد يقع في مثلا في بعض البلاد أن تتم عمليات ضد الأعداء، ضد الرافضة، ضد العلويين، ثم يتخفى الناس في من يسمون في زماننا بالمدنيين، يتخفى في عموم المسلمين، فيقوم هؤلاء هم لا يعبؤون بدماء ولا بحرمات، فيقومون بقصف المكان بمن على يعني على من فيه وتدميره وإبادة كل الموجودين من جراء بعض الأعمال التي وقعت، وليس عند من يفعل إمكانية الدفع عن هؤلاء، ويكون الضرر الحاصل النازل بعموم المسلمين في هذه المحلة ضررا عظيما بالنسبة إلى ما يقع لدى الأعداء من خسائر. لذلك قلنا أن تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه، وده متصور في حاجات كتيرة جدا، واحد يعني يبقى مطلوب في حاجة مثلا أو يكون عمل حاجة، يروحوا يقبضوا عليه، يروحوا مش لاقيين ياخدوا إيه؟ أسرته، ياخدوا زوجته، ياخدوا أقاربه، قلنا أقاربه أو أصحابه أو رفقائي أو عموم المسلمين، قلنا عموم المسلمين دي بتبقى متصورة في إيه؟ في مقاومة العدو الكافر أو المبدل الشرعي الذي لا يراعي حرمة أو الظالم، يعني الحجاج
لما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يعني معتصما بمكة ومحتميا بها، الراجل ما تورعش انه يرمي الكعبة بالمنجنيق، بيرمي البلد كلها بما فيها ليه الكعبة، لغاية ما البيت احترق، الكعبة احترقت في ذلك الزمان، وذلك بناها عبد الله بن الزبير من جديد. والحصار قعد مدة طويلة، قعد سنة وشوية حصار، ومستمر الضرب الايه العنيف، المنجنيق بتاع زمان يوازي القصف بتاع زماننا يعني، بس حجارة محماة فتسقط على الناس تقتلهم. هذا نوع من الايه من الاذى الذي لا يمكن دفعه. طبعا عبد الله بن الزبير كان قادرا على الدفع يعني في الجملة المقاومة، لكن بعد حين أصابه حجر من أحجار هذا المنجنيق فسقط، وهنا هجم عليه جنود الحجاج فقتلوه. إذا غلب على ظنه تعدي الأذى إلى غيره من أقاربه أو أصحابه أو رفقائه أو عموم المسلمين حرم الاحتساب، يعني تنتقل المسألة من درجة الواجب إلى من درجة المباح، من درجة المستحب، لأن احنا قلنا إذا كان ينزل به الضرر دون غيره فيستحب له أن يحتسب ويتحمل، لكن إذا كان على غيره من المسلمين الذين لا يرضون بذلك، الذين لا يتحملون الأذى، يقول حرم الاحتساب ولو قدر زوال المنكر، لأنه يفضي إلى منكر آخر وهو إلحاق الأذى بالآخرين، وليس له أن يسامح في حق غيره ويتحمل ويسامح في حق نفسه، يأخذ بالعزيمة، ولكن لا يجوز أن يرغم الناس على الرخصة، هيروح يكسر الخمارة وهو عارف نفسه هيهرب، وهو عارف نفسه هيروح الجبل ومحدش يعرف يوصله، لكنهم من غيظهم يذهبون فإيه يحبسون أو يعذبون أهله أو يدمرون المسجد الذي يصلي فيه المسلمون، بدلا من أن يعني عندما يحصل عجز منهم أن يصل مرتكب الفعلة ينزل الأمر بمجموع المسلمين. هذا الأمر منكر آخر، هو إلحاق الأذى بالآخرين وليس له أن يسامح في حق غيره، لأن الأخذ بالعزيمة مستحب والأخذ بالرخصة جائز، وقد يكون مستحبا نزود وقد يكون واجبا، لأن أخذ بالرخصة أحيانا إذا لم يفعله الإنسان يأثم كإنسان مضطر ولد الميتة، إن لم يأكلها هلك، فهنا يجب عليه أن يأكلها ليحفظ نفسه. نقول وليس للإنسان أن يفرض على الآخرين الأخذ بالعزيمة، وقد جعل الله لهم سعة في الرخصة، فمن عرض غيره للأذى فهو يلزمه بما لا يلزمه شرعا، ومن هنا كان له أن يسامح في حق نفسه لا في حق غيره. وما أعظم فقه عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي رضي الله عنه في هذه القصة لما فعل ما فعل في قصة أسره عند ملك الروم. روى ابن عساكر عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم قديما وهاجر إلى أرض الحبشة، وبعث أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إلى الشام مجاهدا فأسرته الروم على قيسارية وحمل إلى الطاغية ففتنه عن دينه فلم يفتتن فأطلقه. له قصة يعني لأن كل من يروي في التاريخ يروي سنة 19 دي 19 في الهجرة حدث جلل أسر عبد الله بن حذافة. قال ابن كثير ثم دخلت سنة 19 وفيها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه.
قال الذهبي وقال خليفة فيها سنة 19 أسرت الروم عبد الله بن حذافة السهمي. يعني حدث جلل هو أسر عبد الله بن حذافة قصته مشهورة. ذكر ابن عساكر بسنده قصة أسره فقال فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الطاغية هل لك إلى أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني، بل قال وأزوجك ابنتي في بعض الروايات. فقال له عبد الله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب، وفي رواية القطان وجميع مملكة العرب، على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. قال أنت وذاك. قال فأمر به فصلب، وقال للرماة ارموه قريبا من يديه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر فصب فيها ماء حتى احترقت، أوقد الماء لغاية ما القدر يعني من شدة غليان الماء القدر نفسها بدأت تحترق. ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. في الرواية فإذا يعني ألقي فيها أحد أسرى المسلمين فإذا هو عظام تلوح، يعني ذاب اللحم بسرعة. ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به بكى، فقيل له إنه قد بكى، فظن أنه جزع، فقال ردوه يعرض عليه النصرانية، فأبى. قال فما أبكاك إذن؟ قال أبكاني إن قتلت هي نفس واحدة تلقى الساعة في هذه القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة من جسدي أنفس تلقى هذا في الله. قال له الطاغية هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ يعني مش هتنصر، هيقبل إيه؟ هيقبل رأسه بس. قال له عبد الله وعن جميع أسرى المسلمين؟ قال وعن جميع أسرى المسلمين. في بعض الروايات إنه قال له قبل رأسي واطلق سراحك، قال لا. فقال قبل رأسي واطلق سراحك، فصرح من معك عن المسلمين؟ قال نعم أفعل. فقبل رأسه فرجع بأسر المسلمين إلى عمر رضي الله عنه، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أسار المسلمين لا أبالي. قال فدنا منه فقبل رأسه. قال فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على عمر فأخبر عمر بخبره، فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه. وأوردها بسند آخر موصولا عن ابن عباس. وفي رواية عوضا عن القدر والماء نقرة نحاسا فيها زيت، بدل ماء يغلي زيت يغلي. وفي آخر الحديث فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحون عبد الله فيقولون قبلت رأس علج، فيقول لهم أطلق الله بتلك القبلة 80 من المسلمين. وفي حديث آخر فقال اتركوه واجعلوه في بيت
ومعه لحم خنزير مشوي وخمر ممزود، فلم يأكل ولم يشرب وأشفق أن يموت، فقال: أما إن الله عز وجل قد كان أحله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بالإسلام. وذكر قصة أسره وتقبيله رأس الطاغية ابن الأثير في أسد الغابة، وابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء. نقول إذن إذا كان الأذى، يعني الشاهد القصة أن عبد الله بن حذافة لما كان الأمر متعلقا بغيره فعل أمر التقبيل لينقذ غيره من المسلمين. نقول إلا من أذى يسير لا تنفك عنه الحسبة كالشتم والسب فهذا فيه نظر، بل الصحيح أنه لا يسقط الوجوب بمثل ذلك. يعني احنا قلنا ان السب والشتم، سب فاسق وشتمه وغيبته وعتابه ولومه ليس بضرر معتبر يسقط الجهل. احنا قلنا من ضمن الضرر المعتبر ضرر معتبر في النفس، وضرر معتبر في الايه؟ في المال، وضرر معتبر في الجاه. العلم ده في خوف امتناع المنتظر، لكن الضرر المعتبر في ال- 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 ان الجاه يسقط. فقلنا ليس من ذلك شتم فاسق وغيبته، هيتكلموا علينا، ما يتكلم هيشتمونا، ما يشتم هذا لا ي- لا ي- لا يكون م- يعني مسقط، يعني مسقطا لجاه الانسان. طب لو كانوا بقى هيشتموا ايه؟ ابوه وامه، بدل ما يقولوا يا كلب هيقولوا ايه مثلا؟ يا ابن ابن الكلب مثلا. فهذا الامر هنقول ان هو كده اذى معتبر للاخرين، يبقى يحرم الاحتساب. هو في الحقيقة اذا كان هذا ليس ضرر معتبر في حق نفسه، شتم فاسق وغيبته، فليس ضرر معتبر في حق ايه؟ والدي. لما هو اللي بيشتم يروح جاي شتم الشخص، وشتم ايه؟ امه وابوه في نفس اللحظة. طب ده لا تنفك الحسبة عن مثل ذلك. ده في الحقيقة ده اي حاجة في الدنيا خصومة، تبص تلاقي الراجل ايه وانت ماشي في العربية ولا حاجة كده، وحاجه واحد ما عجبوش ان انت عملت حاجة، يقول لك يا ابن كده. فهو مسألة شتم الوالدين مع انه اذى يعني على الاخرين، إلا أن هذا الأذى ليس بمعتبر في إسقاط الجاه، لأن هذا مما لا تنفك عنه أمور الحياة العادية، فضلا عن الحسبة لا تنفك منه. لا، لذلك قلنا أن هذا أذى يسير، زي ما قلنا في حد قليل في يعني له يعني قدر قليل في القلة في حدود الأمور دي لابد من إهداره، وحد في الكثرة لابد من اعتباره، ووسط. فاحنا قلنا الشتم والسب من الأذى اليسير. فلو سب والديه مثلا فهذا السب وقع على غيره، على والديه، وهذا أذى متعد للغير، لكن مثل هذا لا يمنع إنكار المنكر، ومثل هذا لا تخلو منه الدعوة إلى الله، كما أن في حق نفسه لم يعتبر لوم الفاسق وغيبته وعتابه مسقطا للقدرة ولا للوجوب، أي ليس ضررا معتبرا ولا هو سقوط للجاه والمنزلة. مجرد السب والشتم لا تنفك عنه الدعوة والحسبة، دعوة إلى الله عز وجل، بل لا تنفك عنه الحياة. إن أنت هتلاقي ناس بإيه؟ بتشتمك. قال ابن رجب: إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره.
قال الغزالي: فإن كان تعدى الأذى من حسبته إلى أقاربه وجيرانه فليتركها، فإن إيذاء المسلمين محذور، كما أن السكوت على المنكر محذور. نعم، إن كان لا ينالهم أذى في مال أو في نفس، ولكن ينالهم الأذى بالسب والشتم فهذا فيه نظر. كلمة فيه نظر ده معناها أن الصحيح أن هذا ليس بأذى. قال: ويختلف الأمر فيه بدرجات المنكرات وتفحشها ودرجات المحذور الكلام، ودرجات الكلام المحذور اللي هو الكلام الشتم يعني، في نكايته في القلب وقدحه في العرض. هو الصحيح ان السب والشتم والغيبة من الفاسق ليس بضرر معتبر. قال الغزالي: وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة. هل يستحب له الإنكار؟ ما قالش يجب ليه؟ لأنه إذا تعدى الضرر إلى غيره فإن الوجوب يسقط وتبقى الحرمة، وإذا حدث الأذى لنفسه فإن الوجوب يسقط ويبقى الاستحباب. يعني هو هيحصل له أذى معتبر في بدنه أو في ماله أو في جاهه، بس مش موضوع الشتم ده، هيحصل أذى معتبر ويستطيع تغيير المنكر، يبقى يستحب أن يغير المنكر. أما إذا كان تعرض غيره فهنا يسقط الاستحباب. يقول: وذلك بشرطي أن يقتصر المكروه عليه. يقول إذا قدر على، إنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة، وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر، وليس ذلك من القدرة في شيء. يعني هذه ليست قدرة، أذية المسلمين التي تنزل بهم بأقاربه أو بجيرانه أو عموم المسلمين هذا منكر. أي المنكرين أشد؟ أذية أبرياء من المسلمين أشد. لذلك يقول: بل لو علم أنه لو احتسب لبطل ذلك المنكر، ولكن كان ذلك سببا لمنكر آخر يتعاطاه غير المحتسب عليه، فلا يحل له الإنكار على الأظهر، لأن المقصود عدم مناكير الشرع، مطلقا لا من زيد أو عمرو. معنى كلام الغزالي أن الراجح عنده وعند عامة أهل العلم هو عدم جواز إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر، فالمقصود عدم مناكير الشرع مطلقا، أي من أي إنسان كان. قال الشيخ أحمد الدردير: في شروط جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي المنكر أن لا يخاف أن لا يؤدي إلى منكر أعظم منه. قال أحمد الصيب معلقا: أي كنهيه عن أخذ مال شخص فيؤدي إلى قتله. يقول له: ما تاخدوش فلوس الرجل ده. يقول له: خدش فلوسه. طب خلاص نموتهولك، وهو ما يعرفش يدفع عنه، يبقى خليه ساكت وما يتكلمش. قطاع طرق شاربين خمرة مخدرات عندهم عناد بذلك، يوم يقول لهم لو قول لهم اتقوا الله ما تاخدوش الطريق يقوموا قاتلين الناس، يبقى هو الضرر متعدي. يقول: أو يزداد في المنكر نفسه ولن يزداد في إيذاء الغير.
مع عجز المحتسب عن دفع هذه الزيادة كأن ينهى عن سب رجل فيزيد في منكره ويسب الدين. والمثلان فيهما وقوع منكر أشد، أو فيهما وقوع المنكر الأشد. مثالها دلوقتي، مثالها رجل يقبل امرأة فنهاه عن ذلك فعنادا يقوم يزني بها، هذا من غير أذية للناس بس هيترتب عليه منكر آخر. فالضرر المتعدي من ضمن المنكر الآخر اللي أشد لأنه هو يقع بأبرياء، والأمر الثاني أنه ضرر متعدي. الضرر المتعدي ده من أذي يعني من المنكر الأشد. قال أحمد الصاوي أي قال الشيخ عز الدين بن عبد الملك: وإذا حدث رد فعل سيء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فله نوعان، أحدهما أن يصيب القائم به أذى، والآخر النوع الثاني ألا يضر نفسه ولكن تحدث مفسدة أخرى، نحو أن يقتل رجل بريء أو يزيد مرتكب المنكر تماديا وإصرارا على ذلك، تماديا وإصرارا وغير ذلك. أما النوع الثاني من رد الفعل فقد أجمع العلماء على عدم القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الوجه. الشيخ عز الدين ابن عبد الملك بيقول إن صورة تغيير المنكر بزيادة منكر آخر أو أذية مسلمين هذا ينقل الإجماع على أنه عن أنهم لا يقيموا هذا النوع من الحسبة، لأنه يترتب عليها من الضرر والأذى المتعدي ما يمنع من ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.